واحد عايز تفسير الآية اللي بتقول المسيح بيقول لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها إلى آخر. أنا فاكر الآية دي كان سألني فيها الأستاذ توفيق الحكيم في مقالاته اللي كان بيكتبها أيام الثلاثاء، وقال إنه أحتار في معناها، إزاي المسيح معروف بالسلام وبيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. اللي يقصده السيد المسيح الديانة الجديدة، في ناس يقبلوها وناس ما يقبلوهاش، فبيحصل اضطهاد للي بيقبلوها. يعني جايز الابن يقبل وابوه لا فيضطهدوا، جايز البنت تقبل الديانة وامها ما تقبلش فتضطهدها، فيحصل تفريق. والتفريق ده واضح في اي مبدأ جديد واي ديانة جديدة بتحصل. اما كلمة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، السيف علينا احنا مش مننا احنا، واخدين بالكم معنى الكلام ده؟ يعني لما نشأت المسيحية جه سيف عليها، اضطهدت من اليهود، اضطهدت من الدولة الرومانية اضطهادات طويلة جدا، لغاية لما قسطنطين الملك اصدر مرسوم ميلان سنة 313 ميلادية بالحرية الدينية. لكن قبل كده كان فيه سيف ضد المسيحيين، فلما يقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، سيف عليكم انتوا يا مؤمنين مش سيف منكم انتوا للآخرين.